أهلا بالمشاهدين من جديد، وفي مبادرة جديدة مشاهدينا من نوعها. طبعا هذه المبادرة بعنوان واسم مبادرة ضيف بدر، يستضيف فيها وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان آل سعود مبدعين ومثقفين عبر حسابه الشخصي في انستغرام في بث حي كل مساء أربعاء الساعة 9 بتوقيت السعودية. وصراحة والله فكرة جديدة، يعني زي ما يقولون أنه هذه الفكرة خارج الصندوق، لكن ما أعرف كيف بتكون طبيعة اللقاء. هل هم يعني الضيوف هم بيعرفون عن نفسهم أو في مقدم أو في مقدم أو محاور وفي إعداد؟ والله السؤال وجيه. اللقاء راح يكون على السجية، راح يكون الضيف يعني هو اللي يفتح البث ويتفاعل مع المتابعين. وصار في يعني لقاءات سابقة مع الفنان التشكيلي عبد الرحمن سليمان، صار مع فنان العرب محمد عبده، وما كان في اعداد ولا مقدم للقاء. فخلينا نتابع، ايش رايك؟ يلا نتابع. يعني نتابع اليوم؟ لا نتابع اليوم الساعه 9. حدد افكارك لو سمحت. طيب وشفنا احنا من فتره، يمكن اخر لقاء كان الفنان الكبير راشد ماجد. صحيح. الفنان ماجد المهندس. كان لقاء حلو وعفوي. صحيح. وحلو انه هو يكون بين الضيف والجمهور مباشره، يعني الاسئله والطلبات. نعم. من الجمهور للضيف، يعني الحساب بمثابه منبر للمبدعين. فعلا. قدموا من خلاله انفسهم للناس. وضيف الليله الساعه 9 بيكون الامير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، والساعه 9 بتكون توقيت السعوديه على اللايف حساب الانستغرام الخاص الأمير بدر الظاهر على الشاشة. وحلو أنه أنت يعني تتكلم مثلا مع الفنان اللي أنت تحبه أو مع الأشخاص اللي أنت تحب تتابعهم مباشرة ويرد عليك. أكيد. والفكرة جميلة صراحة، فكرة أكثر من رائعة. فنتمنى للجميع إن شاء الله متابعة شيقة مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد. الليلة هو راح يكون ضيف بدر، وأنا متأكدة أن اللقاء صراحة بيكون ممتع. أكيد. يعني الأمير عبد الرحمن يعني دائما حديثه يعني عميق، في افكار حلوه يستفيد منها اي متابع. صحيح. وما ادري اذا الموضوع راح يكون فيه شعر، يعني ما نستغني عن اكيد ما نستغني عن شعره.